تقدم ميداني للجيش العربي السوري يتمثل بعمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية على محاور عدة في الريف الحلبي وريف حماة. بتغطية نارية من سلاح الجو دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مدرعات وآليات وأوكارا للجماعات الإرهابية بما فيها داعش بأرياف حلب الجنوبية والشمالية والشرقية، حيث استهدفت غارات الطيران الحربي السوري تحصينات ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية في خان طومان ومعراتة بريف حلب الجنوبية وفي كفر حمراء وحريتان بالريف الشمالي للمدينة. كما كثف سلاح الجو السوري من غاراته على مواقع الإرهابيين في الراموسة بريف المحافظة، ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم. وإلى ريف حماة وتحديدا الشمالية، حيث استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على الحارة الغربية لبلدة معردس ومنطقة بطيش، واستهدف تجمعات لإرهابي جيش الفتح في بلدات معردس وغربها وصوران وشرقها وحلفايا واللطامنة وجنوبها، ما أدى لتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة في العديد والعتاد.